هنبتدي معاكم اخبارنا او تفاصيل اخبارنا بالاخبار المحليه الخاصه بمنتخبنا الوطني الاول، وابتديها من اليوم السابع اللي قال ان بيواصل المنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيير اجيري استعداداته للمباراتين اللي جايين قصاد النيجر ونيجيريا بتدريب مسائي على ارضيه ملعب استاد برج العرب الفرعي. بتكتمل كمان صفوف النهارده بتواجد محمد النني في التدريبات بعد ما حصل على راحه خلال اليومين اللي فاتوا لقضاء اجازه مع اسرته في البحر الاحمر. بيستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهه امام النيجر في التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا واللي تحدد ليها يوم 23 مارس الجاري قبل مواجهه نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر في مدينه اسابا عاصمه ولايه دلتا.